السلام عليكم. هنبدأ دلوقتي نكمل أول خطوة في الجزء الخاص بحصر الكميات إن شاء الله للمشروع اللي إحنا كنا اشتغلنا عليه. إحنا في أول 12 كورس أو أول 12 درس اتكلمنا عن نمذجة العناصر الإنشائية المختلفة اللي إحنا ممكن نستخدمها، ودلوقتي هيجي دور إن إحنا نكمل حصر الكميات للعناصر اللي إحنا اشتغلنا عليه. طيب، اللي يهمني دلوقتي إن أنا أعرف شوية أساسيات عن موضوع الحصر إن شاء الله قبل ما نبدأ نشتغل عليها. زي مثلا اول حاجه ان انا ببدا اعمله بظبط الماتيريال او الخامات بتاعتي اللي انا محتاج احصرها. طيب، في حاجه لازم نعرفها ان انا عندي الحصر الانشائي، طبعا بيختلف عن الحصر المعماري. بالنسبه للموضوع الانشائي فانا بتكلم عن خرسانات بنسبه 99% خرسانات، ولو احتجت ان انا اعمل حصر العزل بتاع القواعد او الكلام ده كله بقدر ان انا برضو اعمله، بس بصفه اساسيه الحصر بتاعي اساسه هنا حصر للخرسانه اللي انا بستخدمها في الهيكل الانشائي للمشروع بتاعي. طيب، الحاجه اللي انا اعملها دلوقتي ان انا اتاكد من الخامات بتاعت العناصر اللي عندي دي كلها، يعني اتاكد ان الخامه بتاعت البلاطات دي هي الخرسانه، والاواعد والاعمده والقمر والسلالم والكلام ده كله تبقى خرسانه. طيب، عندي الجزء الخاص بالمعماري. المعماري عباره عن ايه؟ اول حاجه ان انا بعمل حصر للتشطيبات اللي انا بستخدمها كلها، وطبقات المكونه للحيطه بالكامل، حصر الارضيات، حصر للريفلكتد سيلينج اللي هي الاسقف المعلقه وخلافه، حصر للشبابيك والابواب، الاماكن الفتحات، اماكن الديكورات اللي هتتحط، اي شغل جي ار سي او اللي هو الجلاس فايبر رينفورسمنت كونكريت. فعندي كذا حاجه بقدر ان انا استخدمها، وطبعا الحصر المعماري مختلف اختلاف كبير عن الحصر الانشائي من حيث المواد او العناصر اللي انا بعمل لها حصر، لكن كسيستم وكطريقه شغل نفس الموضوع، ما فيش اي اختلاف خالص. طيب، اول حاجه لازم اعرفها ان انا بروح على تاب اللي اسمها فيو، شغل الحصر بتاعي كله بعمله من البانل اللي اسمها كرييت، واجي عند سكيدجولز. راعي ان انت ممكن ما يظهرلكش اسم التول اللي هو سكيدجولز، ممكن يظهر لك بس الايقونه دي، ما فيش مشكله. دي بتتحدد بناء على الريزوليوشن بتاعت الشاشه عندك، لو العرض بتاعها كبير يسمح ان البرنامج زي ما قلنا قبل كده يظهر لك الايقونات باسماء الادوات هيظهرها، لو ما كانش بيلغي اسم الاداه وبيسيب الايقونه بتاعتها بس. فبضغط على سكيدجولز هلاقي دروب داون منيو، اول حاجه فيها اسمها سكيدجول اند كوانتيتيز، هنتكلم عن كل نقطه منهم وندي نبذه عنها ان شاء الله لغايه لما نستخدمهم كلهم. اول حاجه سكيدجولز اند كوانتيتيز دي عباره عن ايه؟ اول حاجه دي جدوله وكميات، بمعنى ان انا عندي العنصر او الموديل بتاعي 3D زي ما حضراتكم شايفين كده، عندي القواعد، عندي القاعده العاديه، عندي سملات والاعمده والبلاطات. طيب، السكيدجولز اللي احنا بنقول عليها من هنا دي عباره عن تابيولار فورم، ان انا بطلع بيانات المشروع بتاعي في صوره نصيه او في صوره جداول، يعني بدل ما يجيب لي شكل القاعده 3D كده، لا هيجيب لي في الجدول اسمها والحجم بتاعها والابعاد وكل البيانات اللي انا محتاجها عن القاعده. طيب، البيانات دي بتيجي منين؟ لاحظ ان انا لو شاورت على القاعده في خصائص عندي هنا في البروبرتيز باليت، 80% من الخصائص دي هي اللي انا بقدر اعمل لها حصر كميه، الباقي هنتكلم عنه ازاي ان احنا بنستخدمه. طيب، ايه الفكره؟ بيجي هنا مثلا في السكيدجولز ان انا بقول له جدول لي مكونات الموديل بتاعي، يعني انا عندي هنا مثلا 49 قاعده، لما باجي اعمل سكيدجولز للاستراكشر فاونديشن بيجي يعمل لي جدول فيه 49 عنصر، جوه كل عنصر بيقول لي اسمه مثلا، الحجم بتاعه، المساحه، الماده بتاعته، موجود عند انهي مستوى. طيب، بالنسبه للاعمده بيجي يقول لي اسم العمود، العمود ده طالع من انهي ليفل لانهي ليفل، كمية الخرسانة في كل عمود ايه، وبقدر ان انا اعمل مجموعة عمليات حسابية تانية على القيم اللي بتطلع لي دي. طيب، نقطة تانية مهمة، عندي حاجة تانية اسمها الجرافيكال كولوم سكيدجولز، دي حاجة ملهاش اي 30 لازمة بالنسبة لنا للأسف، هي عبارة عن جدول بيتعمل اوتوماتيك بمجرد ما اضغط هنا بيبقى فيه اماكن العمدان، يقول لك العمود الفلاني موجود عند تقاطع المحور كذا مع المحور كذا، وبيطلع من الليفل كذا للليفل كذا. طب خلينا نجربها، لو ضغطت على جرافيكال كولوم سكيدجول بيفتح لي الموضوع ده، طبعا ممكن اغير الفيجوال ستايل اخليه برده كونسيستنت كولرز، هنا جاب لي ايه؟ مسموح برده ان انا اغير السكيل،
عشان يكبر لي تفاصيل اللوحه. جه هنا والله العمود ده بشاور عليه، هتلاقي جاب لك الخصائص بتاعته برضو عادي جدا، مفيش اي مشكله. هلاقي هنا بيقول لي ايه داش 3، يعني هو عند تقاطع المحور او الاكس ايه مع الاكس 3 عفوا. وفي نفس الوقت بيجي هنا يقول لك العمود ده بدأ عند ليفل اللي هو 07 reinforcement concrete طالع لغايه ليفل الفيرست ليفل. طيب ايه الحته الفاضيه دي؟ دي المساحه او الجزء اللي اتقطع من العمود بسبب وجود البلاطه، فده طبعا مفيش منه اي مشكله. وهكذا بالنسبه لباقي العمدان، بيجي يقول لك والله انت عندك العمدان ده او العمود ده موجود عند الايه داش 11، يعني عند تقاطع الاكس ايه مع الاكس 11، وفي نفس الوقت طالع من الليفل الانفورس الكونكريت لغايه الفيرست. عندي عمدان تانية عند نفس الاكسين لكن طالعه من الليفل تاني الليفل من الفيرست ليفل لغايه السكند ليفل، وهكذا. طبعا المواضيع دي بالنسبه لنا ممكن ما شفتلهاش استخدام عملي للاسف، لكن اكيد هي مفيده بالنسبه للناس اللي عملت البرنامج. طيب اقفل الفيو دي، خدوا بالكم ان هي بتبقى مجرد فيو بتتفتح لي في التصنيف بتاع الفيوز نفسها، ملهاش دعوه بالستراكشر بلان وملهاش دعوه بالسكيدجولز اند كوانتيتيز. طيب هروح على فيو تاني واضغط على سكيدجولز، هلاقي عندي حاجه اسمها الماتيريال تيك اوف. طيب ايه الفرق ما بين الماتيريال تيك اوف وما بين السكيدجول اند كوانتيتيز؟ مع العلم ان انا ممكن اطلع كميات من هنا ومن هنا. سكيدجولز اند كوانتيتيز دي مخصصه انها تتعامل مع العناصر المكونه للمنشا، يعني هيجي مثلا في حصر القواعد يقول لك انت عندك قواعد اسمائها كذا، الماده بتاعتها كذا، الاحجام كذا، الليفل اللي هي موجوده عنده. بالنسبه للبلاطات هيجي يقول لك انت عندك بلاطه اسمها الفلاني، بعد كده موجوده عند الليفل الفلاني، الحجم بتاعها كذا والمساحه بتاعتها كذا. يبقى انا بتعامل مع عناصر مكونه للمنشا بتاعي، ولما بطلع الاحجام بتاعتها بطلعها كانها معلومه عن العنصر ده. لكن الماتيريال تيك اوف ده بيتعامل على المواد فقط، لما اجي استخدمها بيقول لي الماده بتاعتك اسمها ايه وموجوده فين وكمياتها والبيانات بتاعتها قد ايه. يبقى الماتيريال تيك اوف ده مخصص فقط للتعامل مع المواد، هنا مش هيجيب لي اسماء العناصر اللي الماده دي فيها. يعني انا ممكن من هنا مثلا اجي اقول له انا عايز اعمل حصر لكميات الخرسانه في المشروع ككل بضغطتين، بيجيب لك الماده اللي اسمها مثلا الكاستم بليس كونكريت موجوده في المشروع ككل، يقول لي حجمها بالكامل قد كذا بصرف النظر هي موجوده في الاعمده ولا في الكمر ولا في البلاطات ولا في انهي مكان بالظبط. طيب بالنسبه للشغل المعماري، لو انا عندي دهان من نوع معين، الدهان ده موجود في غرف معينه في المنشا بتاعي، باجي اقول له والله انا عايزك تعمل لي حصر للماده الفلانيه اللي موجوده في الدور الفلاني، فبعملها من هنا من الماتيريال تيك اوف، بيروح يجيب لي كميه الماده اللي موجوده في الغرف دي في الادوار اللي انا بحددها له، وهكذا. يبقى ماتيريال تيك اوف دي بتتعامل مع المواد فقط بصرف النظر عن العناصر اللي المواد دي تابعه ليها، لكن سكيدجول اند كوانتيتيز دي عباره عن صوره تانية للمنشا لكن صوره نصيه، بيعمل لك المكونات بتاعت المنشأ بتاعك في صورة جدول وبيديك معلومات عنها. طيب الميكانيزم اللي احنا بنشتغل بيه في الحالتين ثابت، هنتكلم عنه دلوقتي. أول حاجة بيدخل يقول لي حدد لي الكاتيجوري بتاعتك، أنت عايز تعمل حصر لإيه بالظبط؟ بقول له والله أنا عايز أعمل حصر مثلا للستراكشر فاونديشن، عايز أعمل حصر للستراكشر كولم أو ستراكشر فريمنج اللي هي الكمرات بتاعتك. يبقى أول خطوة بحدد له الكاتيجوري اللي أنا عايز أعمل الحصر بتاعه. بعد كده بيروح جاي فاتح لي جدول تاني ويبدا يحدد لي خمس حاجات لازم ان انا اعمل تفاصيل بتاعتها عشان اطلع سكيدجول محترم او سكيدجول بالتفاصيل اللي انا هشتغل عليها. طيب قبل ما نقفل الجزئيه دي في ثلاث حاجات عايزين نتكلم عنها. الشيت ليست ده عباره عن قائمه بيطلع لك باسماء الشيتات اللي موجوده عندك في المشروع. طبعا الشيت ليست والفيو ليست والنوت بلوك هيبانوا اكتر لما نيجي نتكلم عنهم في البروجكت دوكيومنتيشن. عندي مثلا النوت بلوك نفس الموضوع، الفيو ليست بدل ما يعمل لك جدول بعناصر معينه لا بيعمل لك جدول بالفيوهات اللي عندنا. دي بتبقى اللوحه اللي هي اللوحه زيرو اللي هي الجنرال نوتس بتاعت المشروع، بحط قائمه باسماء الفيوهات والبلانات اللي موجوده فيها. طيب احنا قلنا اول حاجه هنعملها ان انا هضغط على سكيدجولز اند كوانتيتيز، فتح لي جدول بيقول لي نيو سكيدجول، اختار الكاتيجوري بتاعتك من النافذه بتاعت سكيدجول جديد. اول حاجه هنا بلاقي عندي كاتيجوريز كتير زي مثلا انالتيكال بيم بريسز كذا كذا. خدوا بالكم انا ممكن اعمل حصر للهيكل الانشائي برضو او اللي هو الهيكل التحليلي،
اللي هو بستخدمه بعد كده في التحليل الانشائي للموديل بتاعي لما باجي اصدره على الروبوت مثلا علشان اعمل ستراكشر اناليسيس ليه. لو نزلت تحت خالص بتلاقي عندك الكاتيجوريز الانشائيه، ايه زي مثلا الاستراكشر ال انفورسمنت، البيم سيستمز، ستراكشر كولم، حصر الاعمده، ممكن حصر الفاونديشن، ممكن حصر اللي هي الفريمنج. بعد كده ممكن اعمل حصر للاحمال اللي انا بحطها، الريبار ده التسليح برضو بتاعنا، ممكن ان انا اعمل حصر للرمبات، الليفلات اللي عندي، المحاور قصدي والليفلات، ممكن اعمل حصر للفلورز، ممكن اعمل حصر للاحوائط بتفاصيلها. طيب الكاتيجوريز اللي ظهر عندي دي هي كل حاجه موجوده في المشروع؟ لا طبعا، انا عندي هنا فلتر، هنا انا ظبطت ان هو يظهر لي الكاتيجوريز اللي متصنفه في اللائحه الانشائيه فقط. طيب ممكن لو انا اظهرت المعماري هلاقي الكاتيجوريز دي زادت طبعا، ويبدا يظهر لي هنا فيها الشغل الخاص بالمعماري كمان، بدأ يضيف لي هنا، هلاقي الدورز، هلاقي الويندوز كمان، لو جيت نزلت في الاخر هتلاقي الويندو اتضافت. طيب لو انا جيت ظهرت مثلا الجزء الخاص بالميكانيكا هلاقي لا ده الموضوع بدأ يزيد، بيجيب لي الضغطات مثلا كمان، بيجيب لي العناصر المتعلقة بالتخصص اللي انا حددته له من هنا. فاحنا بنسيب الاستراكشر والاركتكتشر عشان نبدأ نستخدمهم زي ما احنا عايزين. طيب يبقى اول خطوه بعملها ان انا بحدد من هنا الكاتيجوري اللي انا هشتغل عليها، وليكن مثلا هختار الاستراكشرال كولم، او خلينا نبدا بالاستراكشر فاونديشن في الاول. هلاحظ هنا على الناحيه الثانيه بيقول لي النيم، سمي الاسكيدجول زي ما انت عايز، ممكن ان انا اعدل الاسم ده واكتبه بالعربي او بالانجلش مفيش اي مشكله. بعد كده بختار الاسكيدجول بيلدينج كومبوننت او الاسكيدجول كي نيم، دي حاجه ادفانسد هنتكلم عنها ان شاء الله في درس لوحدها خالص بعد ما نخلص الحصر بتاعنا بالطريقه العاديه. بعد كده الفيز اللي هي طبعا اكتر ناس هتفهم الموضوع ده الناس اللي بتشتغل كونستراكشن مانجمنت او اداره مشروعات التشييد، من ناحيه ان احنا ممكن اعمل حصر كميات للعناصر اللي هي اوريدي موجوده على ارض الواقع في مشروع، او ممكن اعمل حصر كميات للعناصر اللي انا لسه هعملها، يعني موديل عملته مش موجود على ارض الواقع بس لسه هعمله، ممكن اعمل حصر كميات للاثنين مع بعض. فمن هنا بحدد الفيسز اللي هي حاله العنصر، اذا كان مثلا اكزيستنج اللي هو موجود اوريدي على ارض الواقع وطبعا انا بوصفه على كده، او انه يبقى نيو كونستراكشن عنصر لسه هيتعمل جديد. طبعا لو لغيت او لو شاورت على اي عنصر من دول، اي عنصر يقابلك في المشروع هتنزل تحت خالص في الخصائص بتاعته هتلاقيه بيقول لك الفيزنج، عندك هنا حاجه اسمها الفيز كرييتد اللي هي الحاله اللي هو اتعمل فيها اكزيستنج او نيو كونستراكشن، وبناء على تصنيف الحاله بتاعت كل عنصر بيبدا يظهر لي في السكيدجول بناء على الفيز اللي احنا اخترناه له هنا فين في البروبرتيز بتاعت. طيب اروح تاني على فيو سكيدجول واقول له ان انا عايز مثلا ستراكشرال كولم او ستراكشرال فاونديشن واضغط اوكي، فتح لي جدول تاني وهو ده الجدول اللي فيه بقى البهاريز كلها زي ما بيقولوا، هقدر من هنا احدد كل اللي انا محتاجه في السكيدجول بتاعي. اول حاجه بلاقي عندي خمس تابات من فوق، اول حاجه اسمها الفيلد، بعد كده فلتر، بعد كده سورتنج اند جروبنج، بعد كده فورماتنج، بعد كده الابيرنس. ناخدهم واحده واحده. اول حاجه الفيلد، الفيلد ده بيقول لي ايه هي الداتا اللي انت عايزها عن العنصر ده او عن التصنيف اللي انت اخترته. احنا اخترنا تصنيف اسمه ستراكشرال فاونديشن، فبالتالي كل الداتا اللي هنا هتبقى متعلقه عن او متعلقه بالستراكشرال فاونديشن. زي مثلا انا عايز احط اسم القاعده، فهاجي هنا اقول له التايب، احنا قلنا ان التايب ده هو الاسم اللي انا بحطه في التايب سيلكتور من هنا، فبالتالي هو اللي بيظهر لي في الجدول. ادي التايب، عندي مثلا الفوليوم الحجم بتاعها، عندي الاستراكشرال ماتيريال، عايز اعرف الماده بتاعت القاعده دي عباره عن ايه، عايز اعرف الفاميلي هي معموله انهي فاميلي، هي دي بايل كاب ولا دي ايزوليتد فاونديشن ولا ايه ظروفها بالظبط. بعد كده عندي الليفل، عايز اعرف هي عند انهي منسوب. كل الداتا اللي موجوده عندي دي ممكن ان انا استخدمها في حصر الكميات بتاعتي. طيب هل كل حاجه من دول هتظهر لي في الجدول؟ لا، اللي انا هشاور عليه وليكن مثلا التايب واعمل اد كده، دخل لي في السكيدجول بتاعي، معنى كده ان انا هيظهر لي كولم في السكيدجول اسمه تايب ويتحط فيه انواع القواعد بتاعتي. بعد كده عايز اضيف الفوليوم اشاور عليه واضغط اد، او ممكن دبل كليك مباشره هتضيفه. طيب عايز اضيف الفاميلي دبل كليك برضو، عايز اضيف الليفل بتاعي هضغط عليه دبل كليك. طيب بفرض ان انا ضفت حاجه مثلا وعايز اشيلها اشاور عليها واضغط ريموف فبترجع تاني في مكانها. طيب
عايز ارتب العناصر دي، ارتبها مع بعض. يعني انا مثلا كده اللي هيظهر لي في الجدول كالتالي: التايب من على الشمال، بعدها جنبها على اليمين الفوليوم، بعدها على اليمين الفاميلي، بعدها على الليفل. يبقى انا من فوق لتحت هو في الجدول اللي بيظهر لي من الشمال لليمين. عايز اعدل في اماكن الكولمز دي، بشاور على اللي انا عايز اعدل مكانه واختار موف اب او موف داون، مفيش اي مشكله. تمام. طيب بعد كده عندي فلتر هنا تاني اسمه structure foundation او structure material او analytical. كل حاجه من دول برضو متعلقه بالstructure foundation. يعني هنا مثلا هيجيب لي البارامترز اللي انا بستخدمها ومتعلقه بيه الstructure foundation. بعد كده لو انا جبت structure material، بلاحظ ان الداتا كلها اتغيرت. اللي ظهر لي هنا ايه؟ كل دي بارامترز متعلقه بالماده اللي انا مستخدمها في تصنيف الstructure foundation فقط. طبعا النوع ده من الخصائص احنا بنحتاجوش في حصر الكميات، يعني الشير مودلس مثلا، الباشن اللي هي البوسون ريشيوز، المينيمم ييلد ستريس، النوع ده من الداتا بيحتاجها مهندسين الميكانيكا مثلا لما يجي يعمل الهيتنج اند كولينج اناليسز، مهندسين العماره لما بيجي يعملوا الانرجي اناليسز او الانرجي سيميوليشنز. فطبعا الداتا دي احنا ما بنحتاجهاش كتير. الاناليتيكال نفس الموضوع، لما باجي اعمل حصر للتفاصيل المتعلقه بالهيكل التحليلي للقواعد وتوصيفها، اكتر ناس هتفهم الموضوع ده هو هيبقى الناس اللي بتشتغل structural analysis. طيب هرجع تاني من هنا للstructural foundation. عندي اوبشن تاني اسمه include element in link. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما قلنا ان انا ممكن من قائمه insert اعمل لينك لمشروع ريفيت تاني جوه المشروع بتاعي ده؟ عاده لما باجي اعمل لينك مثلا عندي مشروع معماري، بدخله على المشروع هنا البروجكت بتاعي واعمل لينك، ممكن ان انا اعمل حصر لعناصر معينه منه. يعني انا اعمل حصر كميات للعناصر اللي انا جايبها عندي في اللينك بروجكت بتاعي واقدر اشتغل عليها. طبعا الكلام هنا نظري مش هينفع خالص، لازم ان احنا نبقى نطبق عليها عملي ان شاء الله. طيب لو انا جيت مثلا على التاب تاني اسمها فلتر، فلتر بيقول لي هنطبق 5 جمل او 8 جمل شرطيه على الداتا اللي انت طلعتها. بمعنى خدوا بالكم، انا دلوقتي عملت، قلت له انا عايز الداتا دي بس وعملت اوكي. ايه اللي حصل؟ فتح لي جدول فيه كل الفاونديشنز بتاعتي اللي موجوده عندي في المشروع وفي الخانات اللي احنا قلنا عليها. تمام. طيب الجدول ده مكانه فين؟ هلاقي عندي في التصنيف بتاع البروجكت براوزر عندي هنا حاجه اسمها سكيدولز اند كوانتيتيز، والجدول بيتسمى بالاسم اللي انا اخترته فين؟ في اول نافذه ظهرت لي خالص هنا ستراكشر فاونديشن سكيدول، واي سكيدول جديد هيظهر لي في التصنيف ده برضه. طيب الجدول اللي انا كنت فيه اللي هو بيحدد لي الفلتر والداتا والابيرنس والفيلد والكلام ده اجيبه منين تاني؟ بيظهر لي هنا في البروبرتيز باليت. هتلاحظ ان اسماء التاب اللي احنا عملناها هي اللي موجوده عندك هنا على الشمال. لو انا ضغطت على الفلتر مثلا هيفتح نفس الجدول بس هيروح على التاب اللي اسمها فلتر مباشره، وهكذا بالنسبه لايه؟ للتصنيفات او للزراير التانيه. طيب انا عندي هنا مثلا ظهر لي كل القواعد اللي موجوده عندي في المنشا. بفرض انا عايز اقول له لا، طلع لي القواعد اللي هي من التصنيف كي 8 فقط، يبقى انا هقول له فلتر باي الفوليوم او الليفل. خدوا بالك هنا بيقول لي مثلا دي الحاجات اللي انت ممكن تعمل شرط بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اقول له انا عايز، طبعا هي مش هتنفع هنا على القواعد بس خلينا نعتبرها عمدان. هقول له مثلا انا عايز العمدان اللي في الليفل الفلاني، عايز مثلا اعمل حصر العمدان الدور الاول فقط، فبقول له فلتر باي الليفل equals او doesn't equal او is above. دي كلها جمل شرطيه يقدر البرنامج يطبقها. وليكن هقول له انا عايز العمدان اللي موجوده في الدور الاولاني فقط، يبقى انا هقول له فلتر باي ليفل equals واختار من هنا الليفل بتاعي. طيب لو انا قلت له مثلا، قلت له is above، يعني هقول له عايز العمدان اللي الليفل بتاعها اعلى من الليفل اللي انا هختاره من هنا، وهكذا. الحاجات دي احنا هنطبق عليها اكتر ان شاء الله لما نيجي نعمل حصر للعمدان بتفاصيلها. بس الفكره ان انا هنا بطبق شروط معينه، العناصر اللي بتحقق الشروط دي هي اللي بتظهر لي في الجدول بتاعي. لو انا عايز كل العناصر اللي عندي في التصنيف بتاعي تظهر لي، بعمل الفلتر هنا نن واقول له ما تظهرليش اي حاجه. طيب الداتا اللي بتظهر لي من هنا دي جايه لي منين؟ جايه لي من الفيلد اللي انا استخدمتها. هو البرنامج كده بيقول لك الفلاتر اللي انت ممكن تطبقها في الحاله دي هي الفوليوم او الليفل بس. طيب ممكن اطبق فوليوم ازاي؟ هقول له مثلا انا عايز تعمل لي فلتر بالفوليوم اللي مثلا جريتر ذان،
وهنا هيجيب لك قيمة الأحجام بتاعة القواعد اللي هنا كلها، البرنامج أوتوماتيك بيقراها. يعني أنا ممكن أقول له اظهر لي القواعد اللي الحجم بتاعها is greater than، يعني أكبر من وليكن 1.53، وأعمل أوكي. إيه اللي هيحصل؟ حذف كل القواعد التانية اللي هي أقل من 1.53 من 100 متر مكعب، وأظهر لي القواعد اللي أكبر من كده. طيب أنا أقول له لا، أنا عايز نن عشان أكمل ويظهر لي الإيه الباقي بالكامل وأقدر أشتغل عليه. طيب بعد كده عندي سورتنج اند جروبنج، من المسمى بتاعها سورتنج يعني ترتيب، جروبنج يعني تجميع. يعني بيقول لي حدد لي اشتراطات معينه، انت عايز مثلا عندك هنا انواع قواعد كي 1 كي 2 كي 3، ممكن اقول له رتب لي كي 1 لوحدهم، رتب لي كي 2 لوحدهم، كي 3 لوحدهم. ممكن ان انا اقول له رتبهم لي بواسطه الحجم، يعني القواعد اللي حجمها 1.3 لوحدها، القواعد اللي حجمها 5 متر مكعب لوحدها، وهكذا. انا بشترط عليه يرتب لي القواعد بتاعتي او العناصر بتاعتي بناء على المواصفه اللي انا بحددها له هنا. وطبعا هنا مثلا هيقول لي الترتيب عايزه ascending او descending، عايزه تصاعدي او تنازلي. بعد كده ممكن تضيف هيدر او فوتر، اللي هو الهيدر بيضيف سطر فوق التصنيف. يعني مثلا بقول له جمع لي القواعد اللي هي K2، وهيحط لك سطر فوق بنفس الاسم ونفس الفوتر برضه. جراند توتال دي بنعملها لما بنيجي نحسب الاجمالي بتاعها. مثلا عندي عايز ارتب الكي 2 كلهم في مجموعه لوحدها، هقول له رتبهم لي بالتايب اسندنج واحط لي هيدر وفوتر، تمام، واضغط اوكي. عمل ايه؟ جاب لي هنا دلوقتي ادي الكي 1 حطهم في تصنيف لوحده، وبعد كده الكي 2 لوحدها، والكي 3 لوحدها، والكي 4، وهكذا. بعد كده الهيدر بتاعي فين؟ اللي هو الحرف اللي انتم شايفينه ده، الاسم بتاعي اللي بيظهر لي، والفوتر اللي هو ده. ممكن من السورتنج اند جروبنج تاني اقول له ضيف لي بلانك لاين، يزود المسافه الفاضيه ما بين الانواع وبعضها، واعمل اوكي. طيب في نقطه تانيه، انا يهمني ان انا احسب اجمالي الاحجام دي، فهاجي هنا اقول له لازم تظهر لي الجراند توتالز، واقول له عايز الاحجام او التوتالز قول لي، واعمل اوكي. برضه لسه ما ظهرتليش، بس خدوا بالكم الخطوه دي لازم اعملها لما باجي احسب الاجمالي. طيب عايز اكمل بقى، احنا قلنا هنا ان السورتنج اند جروبنج ترتيب وتجميع، والجراند توتال بيحجز لي خانه هنا بيظهر لي فيها بيانات الاجمالي بتاعه العناصر. طيب ايتمايز افري انستنس دي فايدتها ايه؟ ايتمايز افري انستنس ان هو بيقول لي ان انا مثلا عندي 8 قواعد من النوع كده 8، هيعمل لك 8 سطور كل قاعده بيبقى ليها سطر خاص بيها. لو انا لغيت علامه الصح وعملت اوكي هيظهر لي سطر واحد ليهم بس، واعمل اوكي. بيجيب لي سطر واحد يقول لك انت عندك قاعده كي واحد، عندك منها الحجم القاعده الواحده كذا، الماتيريال بتاعتها او الفاميلي بتاعتها كذا، وموجوده عند الليفل الفلاني. العدد الاجمالي بتاعك بيظهر لك هنا اهو، ان عندك 8 قواعد. خدوا بالكم في الحاله دي لو انا شلت علامه التشيك مارك من جنب ايتمايز افري انستنس، بضطر ارجع للفيلد واقول له ضيف لي هنا بارامتر اسمه الكاونت، العدد، عشان اقدر اعرف اعداد القواعد دي كام. فبيعمل لك خانه ثانيه ويقول لك اللي هي الاعداد بتاعت العناصر بتاعتك دي قد ايه. طبعا الحاجات دي او التويكس اللي احنا بنقولها دي هنتعرف عليها اكتر بتفاصيل واحنا شغالين. الدرس ده مجرد تفاصيل عامه عن السيستم او التعامل مع الويندو بتاعت السكيدجولز في الريبت. بعد كده عندي هنا خانه تانية اسمها الفورماتنج. الفورماتنج دي اللي بتحدد لي انا عايز كل فيلد يظهر لي ازاي. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني هنا مثلا هتلاحظ هنا اسماء البارامترز اللي انت ضفتها عندك في المشروع بتاعك، عندك التايب والفوليوم والفاميلي والليفل. طيب التايب مثلا بيقول لك هنا الهيدنج هي ظاهره لي في الجدول باسم تايب. طب انت عايز تكتبها بالعربي وليكن النوع، مفيش مشكله، اكتبها بالعربي واضغط اوكي، ظهرت لي هنا النوع. طيب بعد كده بيقول لك انت عايز الاورينتيشن، عايزها تبقى افقيه ولا راسيه، محاذاه النص تبقى في النص ولا يمين ولا شمال، شغل اكسل وورد كله. بعد كده الاوبشنز دي هنتكلم عنها واحنا شغالين برضو. طيب خدوا بالكم ان انا عندي فيلد زي ده ان اكتف، يعني او ان اكتف اللي هو مش متفعل ما اقدرش استخدمه، او جريد اوت زي ما بتتقال عليه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الاوبشن ده مش متاح للتصنيف بتاعي اللي انا شغال عليه دلوقتي. طيب
انا عندي مثلا الطيب اللي هو النواة، القيمة بتاعته هنا اسماء K1 K2 K3، هل ينفع يجي يعمل لي اقول له كالكيوليت توتال يحسب لي الاجمالي يقول لي انت عندك كام K8؟ لا كهات 8؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب انما لو جيت على حاجة زي الفوليوم، الفوليوم هلاقي الاوبشن ده متاح اللي هو ممكن يجمع الاحجام بتاعة القواعد ويظهرها لي هنا تحت منها في السطر بتاع الجراند توتال اللي احنا عملناه من السورتنج اند جروبنج. يعني لو انا جيت على فورماتنج ورحت على فوليوم وقلت له انا عايز ده يبقى الحجم هسيبه فوليوم زي ما هو، واضغط على الاينمنت واقول له مثلا سنتر، واجي بعد كده اقول له احسب لي الكالكيوليت توتالز واضغط اوكي. عمل ايه؟ خلى الخانات بتاعتي في النص، وجي هنا جمع الداتا اللي عندك هنا وحسب لي الاجمالي بتاعها. يبقى احنا كده مبدئيا بنعرف ازاي ان انا اقدر اجمع العناصر بتاعتي واطلع الاحجام بتاعتها. ارجع تاني على الجدول، وهكذا بالنسبة لكل واحد من دول، كل فيلد من دول بيبقى ليه اوبشنز هنا خاصة بيه زي ما انا عايز. اخر حاجة بقى الابيرنس، الابيرنس ده الشكل النهائي للجداول لما اجي اعملها على شيت. الجداول دي زيها زي اي فيو، ممكن احطها على شيت او لوحة واطبعها مفيش اي مشكلة. هنا بيحدد لك بقى الشكل، الخطوط رفيعة تخينة، النص بتاعك اللي هو نص الهيدر ده ونص الكولم هيدر والداتا بتاعت السكيدجولز، كل الحاجات دي هنقدر نتعامل معاها ان شاء الله في الاخر خالص بعد ما نخلص الجداول بتاعتنا. ونفس الوقت برضه هنشرح الداتا اللي هي موجوده فوق او التولز اللي موجوده عندي فوق. جزء كبير من الادوات دي موجود جوه الخانات دي برضه، فنقدر ان احنا نشتغل معاها. ده كان نبذه عامه عن طريقه عمل حصر الكميات في الريفت، ونقدر نراجعها مع بعض تاني. ان احنا اول حاجه براجع بعمل الكاتيجوري، بحدد الكاتيجوري بقول له ان انا عايز اشتغل على التصنيف الفلاني. بعد كده بيفتح لي جدول بيقول لي اختار الداتا اللي انت عايز تطلعها. بعد كده بيقول لي شوف انت عايز تطبق فلتر معين على الداتا دي ولا عايزها تظهر كلها. بعد كده السورتنج اند جروبنج يقول لي رتب الداتا بتاعتك زي ما انت عايز. وبعد كده الفورماتنج، واخر حاجه بيبقى الابيرنس، وده الشكل العام ليها. أتمنى يا رب تكون الصورة وضحت قدامكم شوية، وإن شاء الله هنبدأ من الدرس الجاي نعمل حصر كميات للقواعد بتاعتنا، ونتكلم عن شوية أوبشنز كده عديناها في الفيديو ده هنتكلم عنها بتفصيل عشان هتوضح أكتر بتطبيق عملي. تصبحوا على ألف خير.